السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا الساع فيكم في سلسلة سيتي سكاي لاين. طبعا احنا عندنا شيء مميز، مدينة منو؟ بغداد. وقاعد اشتغل عليها الحين شوي 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 شوي، اشتغل بنمد لها كهرباء، بنمد لها ماي، بنسوي قطار بغداد. اظني راح كان فيها اذا ما كنت غلطان قطار قبل الناس، صح؟ من اقدم المدن اللي كان فيها قطار اذا ما كنت غلطان، ما اعرف انا ترى المعلومه هي صحيحه ام لا، انا اتصور يعني ان اللي اعرفه كان فيها جامعات، من اول المدن الدنيا كان فيها. كلام تاريخي، انا ما اعرف فعليا ارقام وقائع، اذا انا غلطان حد يصحح لي. لا تزعلون اني ما اعرف انا وجه التاريخ، لكن ممكن اكون غلطان حتى، لكن انا على ما اتصور وما اذكر كانت من المدن قديما، تعتبر من مدن العلم يعني، هنا فيها جامعات تاريخية قوية. الحين بنمد لها ماي بغداد. انا اخر مرة اظن نسيت اسوي شيء قبل اسوي هاي الحلقة، اتذكرت الاسم. يستوي اكتب بالعربي؟ لا، يخربط بالعربي الكلام باخر داد. خلاص هاي رسميا استوى اسمها، هاي رسميا استوى اسمها بغداد. خلاص الحين موضوع رسمي عندي انا في سيتي سكاي لاين. والله احس اني بستمتع في المدينة هاي الحين، بدي كلها بمد لها قطار، سميني قطار بغداد. مو بسوي ولا شيء من غيركم، بسوي كلها خلال حلقات كالعادة. شغل مفصل معاكم، احس انه من حقكم تشوفون بالضبط شو يصير وراء الكواليس. احب اني اسجل كل شيء اسويه يكون خلال التسجيل وليس خارج التسجيل. بس والله اني استوحي، انا ما قبل ما سويت الطريقة هاي، اني كنت اسوي المدن على كيف انا اتخيل مدينة تكون حلوة، بس ان استوحي من المدينة انا ياني طلب على الكومنت ان تسوي لو سمحت مدينة بغداد. قلت ان شاء الله حاضر، لكن ان استوحي من المدينة كان شيء جميل، فتح لي بعد شوي جديد، وحاب البعد هذا صراحة اشوفه شيء ممتاز. خلوني اعدل بدل ما قاعد اسير وامشي وخطوط ماي لو لا، خلنا نسوي خطوط سيدة اسرع. تقولون كيف اسوي قطار قبل لا اسوي مدينة؟ صح، بس انا الحين بمد خط القطار بسوي مدينة. أول مدينة هي كيف نختار بكم؟ الخدمات جميلة يعني. أيوة هاستوى فيها خطوط مي. الحين اللي بنسويه كذا شغل، أول شيء محتاج منطقة صناعية. منطقة صناعية بخليها هني في المنطقة هذه، بسوي منطقة صناعية. ما أعرف وين أي شيء في بغداد صراحة، لكن بمشي على الإحساس شو يقول لي. بمشي الإحساس وهاي منطقة صناعية، نروح في اللبن. زين
يهدون الى الشارع وين الرئيسي. والله كتصميم الصراحة ابدا مش غلط. انا حط بيوت هنا بيوت مو بنحط اي عماير. بنحط بيوت هني والدكاكين الوسط. هاي بيوت تكفي حاليا اظني تكفي. خلينا نحط لنا هني بيوت. الصناعية هاي قلت لها لاين كهرباء. بسوي بداية صناعي ما بسوي وايد. ويب خطاط الحلقة كلها عبارة عن خطاط بغداد الصراحة. الخطار بينا من مهني لين مهني ثم بنرفعه. درجة ميلان حلوة ثم انزل على الارض. الخطار هذا بيمر عكس الاتجاه من هنا. هذا عندي خطوط الكهرباء شو قاعد استني وايد. بيجي الخطار مكانين. أول مكان اللي هو هذا جنب الجسر عادي. هذا بنعدل نفس المرة الماضية. نعدل الجسر بس سوي مستوى ذاك الجسر. الخطار يقف من عند الجسر يمتد من ورا المدينة بين من هني لين 109 نزل على الأرض هني. مرة يمر من عند المدينة أبو وين مكان كارلو. مر بالشارع الرئيسي زين. نخطف هذا من هني 9 بدنا 9 صح.
الشارع. نويس هذا كهربا. تسعة فوق الشارع. هل بخط؟ بخط من تحت. خلنا ننزل الخطار. ايوه الحين بيعوزني هون وما بينزل. انزل شوي بشكل احسن. مر من الوسط نزل للاسف. بس ممتاز مكان اختار ممتاز. هذا اختار الاول. اختار الثاني بيكون اختار السكان. اختار السكان. طبعا هذا المكان خلاص بيتسكر الحين. تمام خلاص هذا. نيجو دبي. حلو. بنحط اختار منه. سكان دايرتين. بس شو ابغى اسوي؟ ابغى يكون صار له طويل قبل لا يدخل. ما ابغى يسوي زحمة. بعد التعبان مثل اخر شيء تشوف ما بنيت الا المكان اللي مو شو نيب. هذا نيب بالطريقة. شو اي تو مكان عندنا. شو صار طويل حق الخطر مو قصير. صار جدا طويل. اختار بغداد. هذا لازم في اي بي يكون في كهرباء. هي في كهرباء وصلت لك كهرباء. وهني الصناعية مال منو؟ مال بغداد. اختار بغداد. إذا في صناعة حتى عند الخطار شركتين هني. كم شركة هني؟ نحط شوي مصانع زيادة. في ثروات هني. ممكن أحول هاي البروستري تعرفون. خلى بعدين. مكان غني بثروة الجسم الأشجار الغابات. بس إنه يبغالنا دكاكين. خدمات 30. لازم خدمات. بنحط الشرطة أول شيء. ما نبي تشكو. بريد تشكو بوينت ما نبغى. ميلتري بيس ما نبغى. نبغى شيء حليب. شيء يناسب بغداد. ماشي نحط البترول. ما اعرف والله ماذا. لا بعد بوليس كوماند. تشوف هالمبنى حليه وصغير. يا والله شكله تصدقون يناسب المنطقة. لا ما يناسب ابدا. ما يخسر صورته غير عن ببن. حط لك كلاسيك. بعدين بنزل لي شيء ديزاينات يداد هالسوالف. ما تضبط الاوضاع يعني. هاي الوايد بعد يبالهم غصب كان حكم بروحهم. غصب نبا مطافي جنب الشرطة. مطافي في العادة نبا مطافي للمنطقة هاي. بعد نبا عيادة. نحط عيادة هني. نحط عيادة حق السكان. اي في بعيد خليه بس قاعد اكسر بيوتهم الصبح. المقبرة وين بتكون؟ بالدرب الى المقبرة. مداها عود بس مش هكذا.
هويه الفريق. السيارة عام هذا ما بيناسب، يعني هني بيكون افضل وايد. نص المنطقة حطينا هاي العلامة اولا، اما حق الصناعية بنحط واحدة ثانية. تبي بودي كولكشن يغطي منطقة ضخمة يعني بعد، بس يشيل 9000 بودي بيكون زين، تغطية كبيرة بالنسبة لنا حاليا هاي. بس متى الناس بتبدأ تستعمل هالجسور؟ ما اعرف، شكلي ببني هني وهناك اساس الناس تبدأ تستعمل الجسور هاي. اول اماكن شكلي لازم ابني فيها هني على الشاطئ. الكهرباء لتحت عادي، النهار مالي نشف يا حبيبي، النهار مالي نشف. بحط في موتور بس بعدين، انا ضايف ماي داخل ما. اللي هو ما في ماي. شو بنسوي على الكهرباء؟ بنحطه داخل النهر بس اذا حد منا بياخذ الكهرباء مو مشكلة. ما بحطين وايد، اظني بيوصل، المفروض انه يوصل. بنحط هنا بعد مكاتب قريب النهر، المفروض انا ابني هني شي بعد ترى شارع. شوف المفروض اني اسوي شيء بالطريقة هاي، بالطريقة هاي المفروض اسوي صدق. المفروض اسوي بالطريقة هاي بعد، يعني لازم يماشي النهر على سيرة النهر اللي ما في مي. هلا نحفر هني مكان، اوكي نجرب نحطه فيه. ايوه ابي يعبي المكان مي، المفروض انه يجيب المي كمكان، مفروض يجيب المي لين البحر، مش مفروض البحر يعبي النهر، مفروض العكس. مفروض يعني المفروض شيء اللي قاعد يستفيد. حطيته في الضباب بعد على اساس انه يكون برا اخذ الضغط الطبيعي، يعني ما يسبب لنا ازعاج ان شاء الله بيفيد بعده. انا شفت العدلات تقول المفروض يكون وايد زين. هذا اخذ المينا تشوف لي اخر نهر، هي المفروض يعبي، يبالي وقت راكن اتصور بس بيجي المي. المهم هاي كانت حلقة قطار بغداد، نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير. اتمنى تكون عجبتكم السلسلة الحين، بعدين بنضخم شوي في بغداد وبنشوف شو يستوي شو ما نقدر نسوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.